بيكم مشاهدين قناة الصحة والجمال، معكم أميرة يحيى في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج صالون الأمير. حلقتي النهاردة وبرنامج النهاردة هيكون مختلف جدا. السياسة جزء لا يتجزأ من حياتنا، السياسة موجودة في حياتنا دايما. هديكم مثال صغير قوي. رب الأسرة بيحط القواعد والأسس اللي البيت بيمشي عليها علشان الحياة تكون سوية وسليمة. صاحب المصنع أو المؤسسة بيحط القواعد والأسس اللي بتنظم العلاقة ما بينه وما بين العاملين عشان في النهاية يقدر إن هو يحقق ربح وفي نفس الوقت يحافظ على حقوق العاملين عنده. طب إحنا بنتكلم في السياسة. السياسة يعني سياسة الدولة. يعني إيه سياسة الدولة؟ هي النظام المعين اللي بيكون موجود في الدولة والسلطة بتسعى لتنفيذه. يعني الأفراد والمؤسسات، المصانع، الإدارات، كل ما هو موجود في الدولة المفروض إن هو يمشي على السياسة دي. يعني السياسة هي مجموعة الأسس والمعايير اللي بتكون موجودة في المجتمع علشان أولاً تحقق رغبات وطلبات المواطنين وفي نفس الوقت تحافظ على حقوقهم. طب لو جينا اتكلمنا في الأيام دي وإحنا في أيام انتخابات، وموضوع حلقتي النهاردة عن انتخابات 2020، بس عايزين نتكلم ونقول في البداية السياسي المحنك إزاي يقدر يوصل للجماهير؟ أول حاجة أنا بطلبها من كل سياسي بلاش الكلمات الرنانة والوعود الكاذبة، لأن إحنا أصبحنا في حاجة اسمها سوشيال ميديا وعالم مفتوح. النهاردة هتوعد الناخبين بأنك هتعمل وهتعمل وهتعمل وتيجي ما تحققش، هتبقى عملت ايه؟ هيبقى زيك زي اللي سبقوا بيقولوا عليهم، ما بنشوفهمش غير ايام الانتخابات عشان ياخدوا صوتنا. فاهم حاجه للسياسي عشان ينجح ان هو يكون عامل موازنه ما بين متطلبات ورغبات الجماهير وفي نفس الوقت امكانيه تحقيق هذه الرغبات على ارض الواقع. حلقتي النهارده هتكون عباره عن مزيج ما بين الخبرات السياسية، مخضرمين السياسة وشبابها بطاقتهم. إزاي يقدر الشباب يستفيد من الخبرات لكبار السياسة وفي نفس الوقت كبار السياسة بيعملوا إيه علشان يساعدوا الشباب؟ يشرفني ويسعدني أن يكون معايا النهاردة سيادة اللواء أحمد ونيس، مدير معهد المخابرات الحربية الأسبق والباحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية ونائب رئيس حزب الوفد. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك نائب رئيس حزب الغد. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. نورت. سعيد بوجودك وعودتك للنشاط تاني، ودايما باذن الله ان شاء الله في اعلى يعني المناصب، والاعلام الشباب بحماسه، الشباب بافكاره النيره، وخاصه موضوع الساعه اليوم تفتتح بيه الموسم الجديد بتاع حضرتك ده، حاجه جميله قوي، وفي قناه عظيمه زي الصحه والجمال. انتخابات 2020. ايوه. وبعدين كمان مش انتخابات واحده بس، ده احنا عندنا اكتر من استحقاق هنتكلم في باقي حلقتنا. ان شاء الله. وينضم لينا الحوار ويشرفنا شاب من الشباب اللي زي ما بنقول عليهم المفروض نديهم فرصه، لان احنا كلنا بندعم الشباب وبندعم القياده الشبابيه. الشباب علشان يكون عنده حماس لازم ان احنا ندعمه عشان يقدر يطلع الطاقه اللي قدام الناس كلها ويحقق له رغباته. المستشار القانوني احمد الافاص، مرشح باذن الله لانتخابات النواب 2020. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك حضرتك. ازيك يا استاذ امير؟ شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك بنورك، وبنشكركم، بنشكر الجمهور، بنشكر القناه المحترمه جدا، واستاذ اللي هو منور المكان كله. بنشكرك يا فندم. ابدا مع حضرتك يا سياده اللي هو. سؤالي هيبقى متشعب شويه، يعني اسئلتي النهارده اعتبرها مني نقاش مفتوح ما بيننا وما بين بعض، انا مذيعه وحضراتكم الخبره السياسيه والشباب السياسي. اول سؤال، بما ان حضرتك تقلدت العديد من المناصب السياسيه في مجموعه احزاب كتير، ايه اللي اختلف في السياسة قديما عن دلوقتي؟ وقديما ده يعني كام سنة اللي فاتت، لان احنا بنقول دايما مصر قبل 30/6 غير مصر بعد 30/6. مصر عظيمة أكيد بشبابها وشعبها المكافح، شعبها البطل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ببدأ حواري بتهنئة الشعب المصري بإصرار القائد والمعلم وزعيم جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن هو يصر على أن تنفذ الاستحقاقات الدستورية من انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ
في توقيت تمر به البلاد بمواقف سواء صحية، مواقف على الحدود ما بين الحدود الاتجاه كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ولكن هذا الإصرار يدل على أن روح 30 يونيو قائمة، روح 30 يونيو مستمرة، ولن يثنينا ولن يجعلنا بعيدين عن أي خط استراتيجي يحقق الديمقراطية لشعب مصر وعلى الرغم من الصعاب اللي بتمر بها البلاد. ده أولا. الشق الثاني، أنا عايز بس أوضح جزئية معينة. هناك السياسة ضمن عناصر الأمن القومي، لعوامل نجاح الأمن القومي والحفاظ عليه من ضمنها العنصر السياسي، والسياسة الحزبية أو السياسة اللي بتحقق الديمقراطية وحرية الرأي الممثلة في الأحزاب المختلفة بكافة توجهاتها. دي سياسة تختلف عن السياسة اللي بتحطها الدولة لحماية أمنها القومي، واللي بتنفذه بعض الجهات ومنها الجهة الأساسية وزارة الخارجية. لابد من التفرقة ما بين سياسة الدولة وأهداف ومبادئ الأحزاب، اللي كل حزب بيبقى ليه توجه معين، ولكن في الآخر خالص كله بيتوجه إلى الوطن، كله بيتوجه إلى حماية الأرض، حماية المكتسبات، حماية المواطنين. ودي لازم أفرق ما بينها. ليه؟ لأن أنا عايز أحقق طموحات وتقدم لدولتي من خلال أهدافي كحزب له توجه معين. وزي ما قلنا في الآخر خالص أن كل الأحزاب سواء المعارضة سواء المؤيدة سواء اللي ليها توجهات عدا النواحي اللي تمس الأمن القومي، أو اللي احنا بنبعد دايما الدين عن السياسة والسياسة عن الدين، ده شق أساسي أوي لابد أن يعلمه المرشح ويعلمه الناخب في نفس التوقيت. فرق ما بين استراتيجيات الدولة القومية للحفاظ على وحدة ومكونات الدولة. الشق الثاني حرية الرأي والتعبير اللي هي الديمقراطية اللي احنا بننادي بها دايما ان تكون موجودة، اللي هي من الاستحقاقات اللي هي السياسية، ان المنبر لكافة أطياف الشعب ان هم يتحدثوا وبإرياحية. خش حزب، مارس حقك الديمقراطي ان انت تعبر من خلال مصر مؤهل للديمقراطية يا سيادة اللواء. انا عايز اقول ايه، ان احنا دولتنا دولة عظيمة، دولة عميقة، دولة ذات مؤسسات لها تاريخها، أصحاب حضارة 7000 سنة، مش كلام. الكلام بيساوي فعل. يعني إيه؟ أنا ما بقول ده أو غيري بيقول ده، أو أصحاب الرأي وأصحاب اتخاذ القرار لما يقولوا إن إحنا دولة قوية وبنحافظ على وحدة مؤسساتها لحماية شعبها، دي حقيقة. ليه؟ لما تيجي في فترة عقد ويحصل ثورتين والدولة ما تقعش، بالإضافة إلى المؤامرات المحاكاة الضنا، بالإضافة إلى الخطط اللي موجودة وكانت ماشية في رتم معين لانهيار وإسقاط جمهورية مصر العربية، طب كيف وهذه الدولة ليس شعبها مؤهل؟ كيف وأن شعب مصر اللي بيصحو في أوقات الشدة؟ يعني إيه أوقات الشدة؟ الشعب المصري بيضرب عظيم بيضرب مثال فعلا في كل المحافل سواء كانت ثقافية أو سياسية، أنه شعب مؤهل لكل شيء. وهضيف حاجة مهمة قوي، يعني إحنا بنقول في الرياضة شفنا المسابقات العالمية أو الإفريقية اللي إحنا عملناها، قلنا إيه؟ قلنا إن إحنا موجودين شعب متحضر، وكان في الدورة نفسها الدورة الإفريقية أو الدورة الإفريقية اللي عقد عندنا، فجأة لقينا عايز شعب أوروبي، شعب عنده ثقافة، عنده معاملة الآخر معاملة طيبة. فدي شخصية مصرية أصلي. كتب عنها جمال حمدان رحمة الله عليه شخصية مصر القاهرة، شخصية مصر اللي بتغذو العالم دون أن يدري العالم. مش عايزين نخرج بره موضوع حلقتنا الانتخابات يا سيادة اللواء، لأن أنا عارفة أن حضرتك محب جدا للشعب المصري وشخصية الشعب المصري. أوجه سؤالي لحضرتك يا سيادة المستشار، حضرتك سنك صغير، عايزة أسألك سؤال صريح وواضح جدا، إيه اللي خلاك تفكر أن أنت تدخل معترك ومعركة الانتخابات البرلمانية، وهي طبعا معركة معروف قد إيه الصدمات اللي ممكن تحصل فيها؟ بص، هو الموضوع جه وليد الصدفة جدا. في الفترة الأزمة الأخيرة بتاعت كورونا بدأنا ننزل في الشارع، وفي شباب متطوعين جدا شغالين معايا، والناس شافونا في فترة خير، عقمنا الشوارع وطهرنا وكمامات اتوزعت على كل، نازل عن دايرة حلوان إن شاء الله.
وبدأنا فيه، ربنا كرمنا ونكون سبب ان احنا نوصل الادويه وفق بروتوكول وزاره الصحه لكل الاسر المصابه. وفكرنا في الاعمال الغير منتظمه، ما كناش هنقدر نقول لهم التزموا بالحجر او التزموا بعدم كسر الضوابط اللي رئيس الدوله حطها. فاحنا دلوقتي فكرنا ان احنا نوصل الطعام لمده 14 يوم لكل الاسر المصابه، فالناس حستنا ان احنا منهم، وده اللي دفعنا ان احنا نكون ان شاء الله مرشحين لمجلس النواب 2020 دايره حلوان. اتفضل. ممكن اعرف من حضرتك سيفي صغير عن استاذ احمد الافاص؟ تمام. انا ضابط سابق في جهه معينه في قوات مسلحه، اشتغلت من سنه 2010 2016، ثم من 2016 شرفت بمهنه المحاماه الساميه وصاحب مؤسسه الافاص القانونيه للمحاماه من 2016 لوقتنا الحالي. ربنا اراد ان في الفتره الاخيره ان شاء الله انا تبرعنا بعدة قضايا مهمة جدا وحققنا فيها إنجازات بدون أي مقابل، فالناس حبتنا وحبوا إن احنا نكون معاهم أو نمثلهم. فالموضوع كله إن أنا من حلوان وأهلي من حلوان ودراستي من حلوان، وأنا أعرف مشاكل حلوان أكتر من اللي عايش برا. ده سؤال كان مهم جدا عندي. تمام. منطقة حلوان هي منطقة تعتبر شعبية صناعية، حضرتك قدرت تنزل وتحط ايدك على المشاكل ورغبات المواطنين، وفي نفس الوقت زي ما انا قلت في مقدمتي تقدر تحط الحلول الممكنة ليها، مش تمام. مجرد تمام. ضرب من الخيال ان انا اوعد وخلاص. بص حضرتك يا فندم، حلوان مشاكلها معروفة. حلوان مش منطقة شعبية صناعية، منطقة سياحية، منطقة فيها مشفى، منطقة يعني حلوان طول عمرها فيلا البشوات وسكنها العديد من الشخصيات الهامه. حلوان عندنا مشاكل بسيطه كالتكاتك، ما اقدرش ان انا الغي مشكله زي التكاتك لان جميع الفئات في حلوان بيستخدموها، لكن اقدر اقننها. النهارده لو حصل مشكله من سواق توك توك هجيبه ازاي؟ والنهارده بدون رخصه وبدون بطاقه، لكن اقدر ارقمه، رقم واحد، رقم محفور برقم الشاسيه باسم السواق، بحيث ركب حد وقال انا حصل لي مشكله في التوك توك رقم واحد اقدر اجيب بياناته وتبقى بياناته معلومه وليس محجوبه. بالنسبه للعماله الغير منتظمه، في اماكن سياحيه كتير جدا جدا في حلوان غير مستغله، نقدر ان احنا نعيد هيكلتها من الاول وجديد ونعيد تشغيلها، وده هيسبب في ربح لاهالي حلوان ودايره حلوان واعاده تشغيل الشباب في العماله الغير منتظمه. تمام. طب سؤال تاني، ما خفتش حضرتك وانت صغير في السن ان انت يعني تنزل؟ اولا اللي وضح لي من طريقه عرض حضرتك ان انت همك خدمه الناس جدا، لان هو ده اللي خلى الطموح ده عندك. يعني تمام. انت ما عندكش طموح سياسي. تمام. لا لا، الموضوع كان العمل الخدمي اهم عندي من العمل السياسي. الحمد لله شعبيتي فوق الممتازه، بحب الناس ده رقم واحد، الناس حسني منهم، مش بعمل كده عشان موقف سياسي او لا بالعكس. من 2016 وانا وسط الناس والشارع والموكلين والغارمات والغارمين، فالناس حسوا احمد الافاص فحسوا ان انا ممكن ابقى فاخر، ويا رب ابقى قد الثقه اللي هم اداهوني. ربنا يوفقك يا فندم. ربنا يخليك. ارجع لحضرتك يا سياده اللواء ونتكلم على الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي من اكتر الرؤساء اللي اهتموا بالشباب. طبعا عارفين هو بيعمل لهم محافل قد ايه وبيعمل لهم حاجات كتير جدا تدعمهم، وطبعا تنسيقيه شباب الاحزاب وغيره، واحنا شايفين ان امبارح يا دوب لسه اول يوم اتفتح باب الترشح لمجلس الشورى وشفنا كميه شباب ما شاء الله اتقدموا. راي حضرتك سياده الرئيس قادر يدعم الشباب فعليا ان هم يقدروا يخوضوا في الحياه السياسيه؟ هو الحقيقه يعني سياده الرئيس لم يترك منحة من مناحي المجتمع المصري اللي ما حط ايده فيها. وكان في مخطط، انا عايز ارجع بالذاكرة بس عشان نعرف الاسباب للوصول للشباب، المرأة، المعاقين، كافة المناحي، ما جاش من فراغ. ده في نوع من انواع الدراسات المسبقة اللي كان تم اعدادها حتى نعيد الدولة مرة اخرى بعد انهيارها في 11 12 واوائل 13 إلى الدولة الوطنية المصرية الموحدة. فبدأ يحط خلال الفترة الانتقالية حكم السيد الرئيس عدلي منصور الرئيس المؤقت في هذه الفترة وما قبلها بعض التصورات. ولما طلب الشعب أن الرئيس أو وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي النزول للانتخابات، كان في الفترة دي تم إعداد برنامج بدأوا فيما كان في رئيس المجلس الأعلى انه هو المليون شقه ومليون ونص فدان. ده عشان ايه؟ عشان شباب يسكن و
وعشان عمالة تشتغل وناكل. نمرة اتنين، لما بدأ المرحلة الأولى في الانتخابات 2014 بدأ التنفيذ، والتنفيذ بدأ في كافة الاتجاهات، وردد في مقولاته خلال 6 سنين ما يقرب من 1200 كلمة: مصر الوطنية، مصر التي لابد أن تعود مرة أخرى قد الدنيا وكل الدنيا إن شاء الله. إن شاء الله. من خلال إيه بقى؟ الشباب، احتواء الشباب يا فندم، سؤالي بيتلخص أنا في الشباب. الشباب بقى. نيجي الشباب بقى، حصل الشباب إيه؟ الشباب كان حاجة مهمة جدا، أوي أوي طبعا، هم القنبلة الموقوتة اللي استخدموها ذريعة في يناير. جميل. فده كان الشباب ذكاء من الرئيس إن يعمل حاجة مهمة أوي. ما أنا عايز أوصل بقى، من ضمن الجزئيات الرئيسية البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. لأن إحنا زي ما قلنا، تأهيل يعني إيه؟ أنا راجل عندي مثقف، عندي دراساتي، عندي خبرتي العملية في مجال عملي، ولكن ما عنديش الخبرة في الإدارة، ما عنديش الخبرة في التعامل مع الجمهور، ما عنديش الخبرة في التعامل مع المشاكل الداخلية والمشاكل الخارجية. فبدأ يحصل نوع من أنواع اسمه حاجة التأهيل للشباب في البرنامج الرئاسي، وخصص عام للشباب. وبالإضافة لكده، احنا فاكرين آخر مؤتمر للشباب رقم 8، ومؤتمرين عالميين، ومؤتمر لأفريقيا، كل ده عشان أعيد للشباب ثقته إن هو موجود معانا، إن هم مستقبل، هم اللي موجودين. إنما لابد من صقل المهارات، لابد من اكتساب الخبرة، كيف يتحدث، كيف يتكلم، كيف يقود، كيف يتعامل مع المشاكل المحيطة جوه بيته اللي هو مصر، وخارج على حدوده واتجاهات مختلفة، وفي محيطنا الإقليمي والدولي. فلابد إن كان طب بعض الناس قال لك هم بقى 3000 اللي قاولين ده هم دول اللي على السطح، ابدا، ده دول تاهلوا، كتير مجموعه اخرى جاري تاهلهم حاليا، وسيستمر البرنامج الرئاسي موجود. دور الشاب هنا ان يستفيد من ده. نمره اتنين، ما يعتمدش ان هو واخد شهاده من التاهيل الرئاسي، يعتمد على ان هو يبرز، زي ما الاستاذ المستشار احمد قال، ان انا نزلت الشارع، تعايشت مع موقف من المواقف، حس ان اهله في دايرته اللي هي حلوان ان هو محتاجهم، هم يعني هو محتاج ان يكون واقف جنبيهم، فبدا يمارس. لما مارس لقى ان العمل الخدمي ده ليه قانون، والعمل السياسي الحزبي له قانون اخر، فلقى ان من مصلحه دايرتي ان انا اخش في العمل السياسي الحزبي على مستوى الدوله التشريعي، ودي حاجه جميله جدا. ما نزلتش ارض الواقع وتعاملت مع الجمهور والمواطنين وشفت رغباتهم واحتياجاتهم، عمري ما هعرف اتكلم بيهم. ولا بد، زي ما سيادتك اشرتي، الوعود الكاذبه ما قالها الى الضياع. ولكن انا ما نزلت الشارع، طب انا هعمل ايه؟ بجمع فكره عامه، ودي نصيحه لسيادتك، انا محتاج ايه اللي انا محتاجه. ولا بد ان انظر الى ميزانيه الدوله وميزانيه المحافظه، وما تقوم به خلال الفتره، ان انت الجمعيات الاهليه والناس المستثمرين ورجال الاعمال، كل ده ليه؟ لان انا ما ينفعش ان انا اعمل شيء خارج الخطه الاستراتيجيه للدوله، انما اساعد لو هي هتتنفذ السنه الجايه، انا ما عندي الماده، عندي الفلوس، اتفضلوا الفلوس ايه، يبقى كده هنفذ لك بدري. وليه؟ لان احنا مشروعاتنا دلوقتي مشروعات عملاقه، مشروعات كنت لسه هسال حضرتك على التحديات اللي بيواجهها سياده الرئيس. 6 سنين من حكم الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، شفنا فيهم تقريبا ما مرش على مصر زي اللي حصل في ال6 سنوات دول، وبالرغم من ذلك، وبالرغم من كميه يعني المخاطر اللي جايه من كل الاتجاهات، بس احنا شايفين انجازات، وشايفين كمان مناورات. اللي عايزه اسحب حضرتك لسؤال فيها كده، ايه الهدف من المناورات؟ ايه رسائلها؟ ولمين؟ للداخل ولا للخارج؟ المناوره دي مناوره من قديم الازل، والمناوره هي خدعه، والمناوره هي قياس حجم نجاحك في ان انت وصلت بخلال تدريبك اللي فات لهدف معين. هل هتحققه خلال المناوره؟ لان في مناوره سياسيه، مناوره اقتصاديه، مناوره عسكريه. ده من احد المناورات، المناورات العسكريه. المناوره العسكريه دي عباره عن قوات اتدربت، حصل موقف، الموقف في اتجاه معين، انا بقيس اختبار حقيقي من خلال رميات، من خلال اسلحه الافرع الرئيسيه للقوات المسلحه، هي القوات الجويه والدفاع الجوي والبحريه، دول علشان احط تصور معين هيتصرفوا ازاي، واقيس مدى نجاحها. لو في نقص اكمله،
انما دايما الحمد لله رب العالمين المناوره دي بتبقى من اعلى التدريبات اللي بتتم، لانها بيبقى فيه زي عايز اقول ايه اشتباك، بتبقى فيها اشتباك حي، اشتباك حي، بس من خلال طبعا تمثيل جو المعركه، ولكن هو اثبات القدرات. يعني هناك تمثيل، المناورات دي بتبقى نوع من هي تمثيليه ماشي، بس تمثيليه بتثبت انا اقدر اعمل ايه وعندي ايه. ما هو اكيد 100% بنفذ ايه، بس انا بتخيل ان انا العدو والصديق، ان بعمل هجماتي على وهو يتصرف، بس في وقت الرمايات طبعا بيبقى عباره عن اشكال وعباره عن اهداف محدده بقيس بيها القياس والنجاح. الرسائل اللي بترسل من غير ما احنا نقول ومن غير ما نتكلم، بس برضه احنا الجيش رقم 9 على العالم، احنا عندنا خير اجناد الارض، وخير اجناد الارض دول مش جاي من فراغ. اهم حاجه ان خير اجناد دي المهمه يرجع سكناته، خلص، ما فيش حاجه اسمها اخطف واجري واعمل، لا، احنا بنحافظ على الانسان حتى لو كان عدو بتاعي، حتى لو كان، انما الطفوله، المراه، الشباب، اخلص المهمه ارجع تاني. الرساله الكبيره، احنا عندنا تهديدات، وتهديدات واضحه من في ليبيا، والرئيس قال خط احمر، سرت جفره، فبالتالي الحدود داخل ليبيا لا احد يقرب اليها. طب لو حد قرب ليها يجرب بقى يجرب ونشوف ونقول عليه رحمن يا رحيم. رحمن ان شاء الله باذن الله دايما مصر منصوره واحنا على فكره احنا كل هدفنا، احنا جيش زي ما قال سياده الرئيس، احنا جيش رشيد، جيش لا يعتدي انما يؤمن. فكرتني حضرتك بالحلقه بتاعتنا بتاعت حق الشهيد، نحن حماة. أيوة. ولسنا نعتدي. عقيدة الجيش المصري طبعًا. هي حماية أرضه ولسنا معتدين. هي مش عايز أرجع للحلقة الجميلة كانت فاتت دي، بس أنا عايز أقول أنا عايزين نتكلم إن... لأن أنا شايفة إن السياسة سواء كانت سياسة خارجية أو سياسة داخلية زي ما قلت حضرتك هي بتعتمد على المناورات. لأن مش كل ما يعرف يقال، أكيد. وفي نفس الوقت أنا ممكن أقول حاجة علشان يبقى لي هدف، مردود هيكون إيه؟ أنا هقول لسيادتك حاجة، لو طب سيادة الرئيس سؤال بليز، سيادة الرئيس سياسي في عقليته النجاح نحن بنقيس هو ده الرد اللي 4.5 تريليون في خلال 6 سنوات اتصرفوا بالظبط، ما اتصرفوش على الارض، لا اتصرفوا. انا حسيت بيهم لما قال سيادته لابد ان يكون هناك حد يحنو ويحب شعبه ويحسسهم بالعاطفه، مش بالكلمه، مش حاجه طبطب وخلاص. الطبطبه والحنيه بانت بعد 6 سنوات، طرق، مشروعات. النهارده مثلا افتتاح المرحله رقم 3 للاسمرات، حاجه جميله جدا جدا، حوالي 744 7400 دي مساكن العشوائيه، 7400 شقه فيها ملاعب، فيها خضره، فيها جناين، فيها منتزهات، فيها مدارس، وبنقله من العشوائيات اللي هو قال عليها في الاول خالص ان احنا عايزين نبني مصر، بس نبني مصر بشقين، شق مصر الجديدة اللي شفناه في المدن الجديدة بالكامل والطرق، ومصر القديمة نحافظ عليها بالفعل، نحافظ عليها، يعني ما تزيدش المشاكل فيها، ما تزيدش. إنما يصدر قرار بإيقاف البناء ثم يذيل ما تم سرقته وقال النهارده التغريب. قطع حضرتك استاذ احمد، راي حضرتك ايه في قانون فعلا ازاله كل المباني المخالفه؟ قانون ممتاز جدا جدا جدا، الناس دي استنفعت بالاراضي دي وبدون وجه حق، فدلوقتي الموضوع كله تحول للنيابه العسكريه وبتورمهم مبالغ كبيره جدا، وبازاله بعد الازاله تغريم، والازاله على صاحب ملك العقار. فالموضوع فعلا 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 قانون هنقول فوق الممتاز. هنرجع مع قوانين وهنرجع تاني مع انتخابات 2020، بس بعد ما نطلع فاصل ونرجع لكم مشاهدينا الكرام. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام، والحديث عن انتخابات 2020 ومواصفات النائب الناجح،
وبكرر تاني وبرحب تاني بضيوفي الكرام سيادة اللواء أحمد ونيس مدير معهد المخابرات الحربية الأسبق والباحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية ونائب رئيس حزب الغد. شرفتنا مرة تانية سيادة اللواء. وبكرر ترحيبي تاني بالمستشار القانوني أحمد الأفاص مرشح بإذن الله انتخابات نواب 2020. كنا قبل الفاصل بنتكلم على القوانين واتكلمنا مع سيادة المستشار عن قانون البناء وتحويله للنيابة العسكرية. هسأل حضرتك سؤال مهم جدا، ايه أول مسودة قانون لو ربنا إن شاء الله بإذن الله ربنا يجعل لك النجاح يا رب هتقدمها لتغيير قانون معين من القوانين المصرية؟ طبعا من أول القوانين لازم نشرف عليها من أول وجديد، وده من وجهة نظري الموضوع بتاع قانون الحدث. الموضوع ده بصفتي بقى محامي وبشوف القضايا ومطلع، الموضوع ده لازم يتفعل بالتغيير، لازم لازم لازم. الموضوع دلوقتي ان الطفل لو اصغر من سن معين لا يعاقب ولا تصل عقوبته لعقوبة الاعدام الا لو اشترك مع بالغ. إذن ان الحدث لو اشترك مع بالغ تصل عقوبته للاعدام، ولكن لو وقعت منه الجريمة بفرده تصل العقوبة إلى الحبس في الأحداث، عقوبة بسيطة جدا ويجب تعديل هذا القانون. طبعا يا فندم احنا شفنا كتير جدا من حوادث القتل وحوادث الاغتصاب اللي بنشوفها الفترة الأخيرة، وآخرهم طبعا يعني قاتل زينة وتايسون وغيره وغيره من الناس، قضايا كتير اللي فعلا. عدة قضايا، وطبعا البنا رحمة الله عليه اللي احنا ربنا يصبر أهله طبعاً اللي طبعاً احنا كنا كلنا تعبنا وكلنا حاولنا ان احنا ندعم بس ما باليد حيلة. طب سؤالي، هل حدث اليوم هو هو حدث زمان؟ لا لا طبعا، في لا. عوامل أثرت على التفكير وبالتالي أثرت على الأداء. موضوع السوشيال ميديا خلى الشباب متطلع وخلى الناس عندها قدرة، مش لازم ينزل مثلا مكان معين علشان يكتسب خبرة، لا انت بيجي لك السوشيال ميديا بتطلع على كل الجهات والفئات. النهاردة مثلا عندي في حلوان عندي مجموعة من الشباب، مجموعة من الشباب دورهم خدمي جدا، عرفوا بعض عن طريق السوشيال ميديا، بدأوا يخدموا مدينة حلوان بتكاليف من جيوبهم الشخصية، بدأوا يعملوا منطقة زي منطقة المنشية، منطقة بقت أكنها منطقة أوروبية. شباب ناجح جدا اشتركوا معايا، وإن شاء الله إن شاء الله بنعمل جاهدين إن شاء الله حلوان تبقى منطقة كويسة لغاية ما نخليها محافظة بإذن الله. دعمي لحضرتك، أنا بشجع الشباب ودعمي لحضرتك جدا يا أستاذ. ربنا شرف ليا. أرجع لحضرتك يا سيادة اللواء وأسألك بقى عن موضوع الدسم بتاع حلقتنا، الانتخابات. حضرتك شايف إن أقل من شهر، مجرد 20 يوم أو 22 يوم كافي في انتخابات مجلس الشيوخ إن النائب يقدر يعرف المواطنين اللي هتنزل تنتخبه؟ وقبل ما نتكلم على المدة، إيه فايدة أصلا مجلس الشيوخ؟ أنا عايز أقول حاجة، أرجع شوية بالتاريخ، أن هناك توقيت لانتهاء عقد جلسات المجلس الحالي. تمام. في يناير من 2021. أنا عارف وعارف كلام ده من 5 سنين. فبالتالي لو أنا لي الرغبة في الترشح بعد نفسي، زي ما احنا بنعمل في الأحزاب، أن أنا بعد نفسي وبأهل كوادري وربيها علشان ميجي في وقت معين أدفع بيها إلى وده اللي احنا كنا ماشيين بيه او اللي لازلنا بنمشي بيه. المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بيصر على تشكيل الكوادر في المحافظات اللي بيكون موجودين في الميدان ونعرف المشاكل ونعد الاجندات والبرامج اللي لو ما ندفع بيها، ندفع قصدي بمرشحين محتملين، وهناك مرشح محتمل وليس من مرشح. عشان كده دايما بستخدم باذن الله. باذن الله. هو اسمه كده المرشح المحتمل. لان قد يكون هناك بعض المعوقات الله اعلم ايه هي، فيبقى بالتالي هو كان محتملا. انما لما يبقى مرشح فعلي، لما تنزل في قوائم الانتخاب وتصد عليك في بعد انتهاء الطعون، وستك طبعا استاذ في موضوع الطعون والحاجات دي. طيب انا بقى لازم انا كراجل او كسيده او كشاب عايز اخش معترك المنافسة للخوض حاجة قاموس جمهورية مصر العربية والتشريع، لابد أن أعد نفسي، ليس في الشهر، ليس خلطة الهيئة الوطنية أو الإعلان عن التوقيتات. إحنا قلنا إن إحنا دولة مؤسسات، واخدين العزم يد تبني ويد تحمل السلاح. أكيد. والبناء هو بناء الديمقراطية. السلاح إحنا سايبينه لجيشنا العظيم وشرطتنا للحماية الداخلية، ولكن أنت كراجل شاب أو كراجل عندك طموح ان انت كنت تشارك في الحياه السياسيه التشريعيه، لابد ان تكون مجهز نفسك من فور انتهاء
اعلان نتائج انتخابات 2014. يعني معنى 2015 كده يا سيادة اللواء ان اللي هينجح في الانتخابات دي هو اللي عنده قواعد شعبية وقدر انه يوصل للناخبين بتوعه من غير الاعلان ولا التوقيت، مش هتفرق معاه شهر وشهرين. هو بالنسبة له بنى كوادره الشعبية، بنى خلفيته ظهيره الشعبي في داخل دايرته او داخل محافظته، فبالتالي هيبقى في سهولة عليه لبقى زي تلميع الموضوع. يعني انا دخلت انتخابات واحنا عملنا كذا قبل كده، واللي هي البرامج بتاعته، البرامج اللي موجوده اللي هو نفذ منها جزء، مش دلوقتي هنفذ او هنفذ زي ما سيادتك قلت كده، الوعود البراقه. الوعود البراقه دي انا هلغيها تماما لو انا استعديت في خلال الاربع سنين اللي فاتوا، لو انا اهلت نفسي في خلال الاربع سنين اللي فاتت ان انا اسارع في، ولا بقى يهمني مال سياسي ولا يهمني ده مش عارف تبع ايه ولا مين ولا خلاص انا بنيت القواعد الشعبيه بتاعتي، ولما اكون محبوب في دايرتي وواضح في خدماتي. خدماتي على فكره ليس كلها موضوع ان انا شنطه وخدماتي، لا، لابد ان ابحث واشوف واكون قريب من القاعده الشعبيه. طب حضرتك كده هتاخدنا لسؤال مهم جدا يا فندم. الناخب او المواطن عاده ما بيقدرش ان هو يفرق ما بين النائب الخدمي والنائب التشريعي، يعني بالنسبه له النائب ما هو الا يخلص لي مصالحي او يجيب لي الحاجه لحد عندي. الثقافه او العقليه المواطن المصري الناخب بتاعي هو اللي يعمل لي ده، مع ان المفروض ان الناخب النائب عاده هو تحت قبه البرلمان سواء كان نواب او شيوخ علشان القوانين اللي تحافظ لسن القوانين ومراقبه الحكومه وبيحافظ على مصالح المواطنين وحقوقهم. ازاي النائب، والسؤال ده برضو لحضرتك يا استاذ احمد، ازاي النائب يقدر يوازن ما بين انه يقدر يوصل للناخب ان هو يبقى خدمي ليه وفي نفس الوقت يعرف يحافظ على اللي المفروض منه اللي هو تشريعي؟ انا مصر وبراهن زي ما سيادة الرئيس بيراهن على قوه وعزيمه شعبنا وثقافته المدفونه جواه في اطار مرجعي، مش لازم يكون ظاهر، انما عنده خلفيه جميله جدا خلال العشر سنين اللي فاتت دول. زي ما قلت ثورتين، نمره 2 بنى مع مصر، كافح في ظل كورونا وظل، واحنا لولا اللي احنا عملناه في خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا دول كنا نقدر نصمد قدام كورونا بازمتنا الاقتصاديه؟ يبقى اصبح هذا الشعب العميق، الشعب القوي، هيقدر تماما من يصلح لان يكون مشرعا، وهم 600 واحد وفي كل دايره محدودين ومعروفين، بيميز ما بين صاحب الهدف الخفي وما بين الوطني اللي بيحافظ على بلده وعايز يشرع لها وعايز يحط قوانين تبقى ملزمة على الجميع وتصلح لأن يكون بناء المؤسسات بتاعتنا مبنى على. فأنا براهن على أن الشعب فاهم تماما مين اللي هو ده يعني عامل زيك، ومين نقول أن ده وعلى فكرة دي من الأفعال. يعني أنا بقول دايما إيه لما باجي أسمع، بسمع مين؟ بسمع عمالقة في الحوار، في كتابات، بس بكتب مين؟ هقول بقى في الفن، في الكوره، بشوف العمالقه اللي قدامي مش كده؟ وبحب اتفرج عليهم. الشعب المصري يا فندم بتختلف، يعني ثقافته بتختلف، يعني احنا بنتكلم القاعده العريضه، مش هنقول القاعده العريضه بتظهر وقت الشدائد. ما هي بتظهر وقت فكرة الشدائد. فاكره لما كانوا بيقولوا كل اللي يهمه الخدمه المقدمه، مش هنضحك على نفسنا يا فندم. لا مش هنضحك، لا، هو الناخب كل اللي يهمه ان انا اوصل له مرفق، ان انا ادخله الميه، ان انا اسعى ان انا اجيب له مصالحات. يعني حضرتك نزلت الشارع يا استاذ احمد، والسؤال برضو كان لحضرتك وهرجع لحضرتك تاني على مضمون الشورى، لان انا لازم اعرف من حضرتك ليه مجلس الشيوخ. سوري استاذ احمد، حضرتك نزلت الشارع وشفت متطلبات الناس وشفت هم عاوزين ايه، وبما ان حضرتك قانوني او محامي فاهم طبعا ان النائب لازم يكون على درايه، لان انا مش هقدم مسوده قانون وانا عارف ان هي استحاله تطبيقها، فلازم يكون عندي خبره في ده. وفي نفس الوقت نزلت الشارع وعرفت ان الناخبين او الجمهور عاده المواطنين بيهمهم الخدمه اللي تتقدم لهم. قادر توازن ده ازاي او تشتغل على نفسك ازاي في ده؟
بص يا استاذ اميره، حابب ان كلامي يكون بالعاميه شويه عشان يوصل لاكبر اكيد. انا بتكلم عدد من الناس. لا مش حضرتك ده بالنسبه ليا. الموضوع لما نزلنا وكنا في مواجهه ازمه كورونا، الناس حستنا بجد. الناس حسوا انه في واحد منهم مش بيعمل كده عشان العمل السياسي. لا، النهارده مش مطالب من اي عضو مجلس نواب ان هو يصرف من جيبه علشان الناس تنتخبه او الناس تحبه. لا، انت دورك تفعيل. مثلا جالي مريض ومش قادر يدخل المستشفى، مش مجبر انا ان انا ادفع من جيبي، لكن اكلم مدير المستشفى، اكلم السيد وزير الصحه، وزيره الصحه، ده دوري كنائب. الناس فهمت دلوقتي مين بيشتغل علشان مصلحه ومين بيلم بطايق ومين كراتين زي ما السيد اللي هو وضح. طبعا الموضوع الناس بقى فيها رؤيه واضحه دلوقتي، والموضوع بقى اصبح خلاص الناس عارفين مين الكويس ومين اللي بيشتغل ومين اللي ما بيشتغلش. فطبعا نزول الشارع وراني حاجات كتير، وموضوع القضايا وموضوع الموكلين وكده، وان انا دخلت البيوت. انا اعتبر دخلت البيوت. حضرتك طبعا عارفه يعني ايه غارم او غارمه. ان ده موضوع ياخد وقت كبير. طبعا احنا بنشكر وبنقدم التحيه لسياده الرئيس اللي هو دائما في كل مناسبه بيتم الافراج عن عدد من الغارمين، لان الغارم ده او الغارمه دي هي ما عملتش جرم طبعا يعني. فتحيه مننا لسياده رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي. كمل حضرتك. تمام. فالموضوع موضوع الغارم مثلا، ممكن ست بتبقى شاريه مروحه يمضيها صاحب المحل على 100 ايصال. ليه ده كله بيبتزها؟ مش علشان هي، علشان لما تدخل السجن اي رجل اعمال يدفع له، حابب ان هو يخلص الموضوع. بقى تجاره، الموضوع بقى بيزنس كده. فسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا فعلا كل فتره، ومش عايز اقول لك مش في الاعياد وبس، كل فتره الغارمين والغارمات بقى بيطلعوا. طبعا لازم النواب يسعوا في ده، ورجال الاعمال والمتبرعين والشباب الواعي. فالموضوع بقى فيه اكتر من الوعي. تمام سيادة، لو هرجع لحضرتك تاني ونتكلم على مجلس الشيوخ اللي كان سابقا يسمى مجلس الشورى وتحل ورجع دلوقتي تاني. في سؤال بسيط، ايه الهدف من مجلس الشيوخ؟ وهل مجلس النواب كان كافي ولا كان لازم نستدعي المجلس الآخر ويبقى الدولة بتشريحها ليها وجهتين للتشريع؟ في سياق كلام حضراتكم دلوقتي وأسئلتك القوية، الإجابة كانت تقريبا 100% أنت حضرتك جاوبت عليها. مجلس الشيوخ هدفه 5 نقاط: مراجعة ودراسة كافة القوانين اللي هتحل من رئيس الجمهورية، من الوزارات، من مجلس النواب، لوضع التصور النهائي والشكل النهائي ليهم، بحيث يبقى القانون زي ما بيقولوا ما يخرش ميه. يعني ما فيش درج الباب اليمين والباب الشمال، لا، قانون يخدم الهدف المحطوط عشانه. طب انا عايز مين؟ عايز ناس مثقفه عاليه جدا، خبرات عاليه جدا. عشان كده تلاحظ حضرتك في تقسيمه مجلس الشيوخ ان هو العدد الاعضاء فيه 300، 100 معينين و100 بقايمة و100 منتخبين. طب ال100 معينين الهدف منهم ايه؟ لسياده الرئيس ان اكمل التخصصات اللي ما جوش في القايمة او ما جوش في الفردي، يبقى بالتالي جمعت كل قطاعات الدولة عشان لما يحال قانون هم دول اللي هيطلعوا لي قانون شافي. انما عضو ونائب الشعب بيبقى خادم للشعب، ده بيبقى متواجد معاه في الميدان. افكر ازاي متواجد معاه في كارثته، لا قدر الله عماره وقعت او لا، اقدر اكون موجود معاه علشان انزل الشارع وابص على المشاكل الحقيقيه، عشان لما ابدا ارفع قانون اكون وافكر فيه اكون ملامس ارض الواقع. بالظبط. ده بيحتاج ايه بقى؟ مجهود طبعا، محتاج شباب وناس تجري وتنزل وتشوف عشان تجمع المشاكل. واذا امرت ان تطاع فامر بما استطاع. انما كلنا عايزين يبقى عندنا عربيه وفيلا وعروسه، ده اللي احنا بنقوله. امكانيه تحقيق رغبات المواطن طبقا للامكانيات المتاحه، طبقا للامكانيات الامكانيه. ما اصل انا دلوقتي اتمنى طبعا ان الخشب ده ازرعه دلوقتي يطلع لي 100 مليون، بس ده لا يمكن. فلازم تكون الوعود وعود صريحه. مظبوط. مش لان انا ما ينفعش ارفع سقف امال وطموح الناخب والمواطن وبعد كده، لازم المصارحه، لازم الشفافيه، لازم المواطن يكون عارف مقدرات دولته والتحديات اللي هو ماشي بيها، علشان يوم ما يطلب حاجه يكون على قد، زي بالبلدي كده زي ما بنقول ايه، على قد الحافه في مد رجليك. اللي هو وضح لك الجزئيه دي، قال لك على قد ميزانيه الدوله. اكيد. وفي اولويات، يعني ما يجيش مثلا حد يطلب ان انا دلوقتي مثلا اساعده في جوازه ويبقى عندي مثلا غارم او عندي طفل مريض او عندي، هي اولويات فعلا زي ما الست اللي هو وضح الجزئيه دي.
ففعلا وفق ميزانيه الدوله انا عندي 10 قروش النهارده وعندي 100 مشكله، خلاص انا هشتغل النهارده على 20 مشكله. وطبعا الاهم فالمهم، الاهم صح يا سياده الاولويات، يعني طبعا اكيد بيبقى في اولويات. وخلي بال سيادتك كل ده في اطار الخطه القوميه للدوله اللي هي 2030. انا مخطط برنامج زمني عشان اوصل بمصر الجديده في 2030. نفذ منها الخطط الطويله المدى ام القصيره المدى؟ هو ده السؤال ملوش علاقه، بس بما ان حضرتك جبت سيرتها. لا اصل دي ليها هدف ودي ليها هدف للمواطن، تاثيرها بيبان على للمواطن. للمواطن دي الحاجات العاجله اللي هي قصيره المدى، الحاجات المستعجله، ولكن احنا حطينا الدراسه بتاعتنا زي ال 85 منطقه عشوائيه شديده الخطوره. شديده الخطوره يعني وانا قاعد نايم كده ممكن حاجه تقع عليا اموت. لا عملناها الدويقه وخلافه. اه طبعا المناطق الجبليه اللي ممكن اللي تنهار، حصل فيها انهيارات واماكن، كل دول احنا ماشيين فيهم ما شاء الله زي الفل بتوقيتات محدده. طب دي تيجي كده في العجله ولا تيجي في المخطط طويله الاجل؟ تيجي في طويله الاجل. الطرق طويله الاجل، كان زمان كل الناس بتشتكي من الطرق، بتشتكي من المواصلات، بتشتكي من الميه، بتشتكي من حاجات كتير قوي، انما كل ده لا جهد رائع بصراحه. وايه؟ الطرق والكباري اللي حصل، مناطق بتتغير. ما يميزه ما يميزه مع عهد مصر الجديده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه لا يعلن عن مشروع الا يوم افتتاحه. صح، ودي حاجه وده اجمل حاجه مبهجة. احنا دلوقتي رجال يعني رجل افعال لا اقوال. وفي نفس الوقت بندرش على شمعتنا عشان دقيق. فدي حاجه عظيمه جدا تسلك قلوب الشعب، ان انا فجاه الاقي كباري اتعمل. الحديث ممتع جدا، بس انا قبل ما تخلص الحلقه مني ما ينفعش اكون امراه وما اسالش حضرتك عن قوه المراه في مجلس، سواء كان مجلس النواب او مجلس الشيوخ. حضرتك معايا ولا مش معايا؟ معاكي طبعا، لان عشان اساعدها، عشان لان احنا عندنا موروث اجتماعي. الموروث الاجتماعي متركز قوي في الدول الشرقيه او اللي هي بتاعت الوطن العربي وخلافه، وموجوده برضه على فكره بره. وانا هضرب مثل بهيلاري كلينتون. هيلاري كلينتون جوزها 8 سنين رئيسه الولايات المتحده الامريكيه، اشتغلت 4 سنين وزيره خارجيه، ولما جت تترشح قدام رجل كان هناك نصره من السيدات عليكم على نفسكم، يعني انتخبوا الرئيس، انتخبوا الرجل. انما انا عاوز اقول في النهايه خالص ان سياده الرئيس حس بأهمية المرأة، ده وضعها، وصوتكم كان مسموع جدا في ثورتي 25 يناير. الحمد لله المرأة المصرية مرأة مؤثرة جدا. دي جزء، احنا يا جماعة نسيج قوي جدا، نسيج دايما الرئيس بيقول عليه خليكم كده عمر ما حد هيخترقكم. فعلا بدأنا نعمل كده، كل سنة طيبة. طبعا فلما تحدد في الدستور 25% لمجلس النواب، واتفق في مجلس الشورى في مجلس الشيوخ على 10% من اجمالي عدد الاعضاء، ده حقكم وحقكم، بس بقى حاولوا تثبتوا ده ان شاء الله. اكيد طبعا دعواتنا ودعواتنا القلبيه لكل النساء، اكيد 100%، كل النساء في مصر كلها. وهتلاقي بقى احنا بنطالب، يعني الرجاله حتى بنطالب. استاذ احمد، عايزه في النهايه اعرف من حضرتك مواصفات النائب الناجح. اللي بيشتغل فعلا وبينزل لارض الواقع، مش مجرد وعود كذابه ما بتحصلش. لا خير في وعود اذا كانت كاذبه، ولا خير في وعود اذا كانت بدون فعل. فعلا انا لما نزلت لقيت الناس، عرفت مشاكلهم ايه، متلخصه في عده مشاكل. الشباب عايز يشتغل، التكاتك، الباع الجائلين، عمالة غير منتظمه، المعاشات، كلها مشاكل نقدر نحلها في فتره وجيزه جدا. بس بمخطط، مش هقول انا احل، انا مش ساحر علشان اقول هحله مره واحده. فين مخططي؟ فين برنامجي؟ فين لازم اعمل على النقاط بشكل فعلي. فمن مواصفات النائب الناجح اللي ينزل على ارض الواقع، مش في فتره معينه ولا ايه نازل، او علشان كرتونه، او علشان بعض المواد التموينيه علشان انجح بيهم نفسي، ده مش علامه ان انا ناجح. يعني مواصفات النائب الناجح ان يكون نائب عايز يشتغل ويقدم الخدمه للمواطنين، ما عندوش طموحات شخصيه ولا اهداف شخصيه. بالظبط كده، اكيد. بشكرك جدا يا فندم. في نهايه حلقتي بشكر سياده اللواء احمد ونيس، مدير معهد المخابرات الحربيه الاسبق والباحث في العلوم الاجتماعيه والانسانيه ونائب رئيس حزب الغد. شرفتنا ونورتنا وامتعتنا يا سياده اللواء. الله يخليك. وبشكرك سياده المستشار القانوني احمد القفص، مرشح باذن الله عن انتخابات نواب 2020، كل دعمي لحضرتك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. في نهاية حلقتنا بشكركم مشاهدينا الكرام، وكان نفسي الحلقة تكمل وتطول أكتر من كده، ما بشبعش من الكلام معاكم. وقبل ما انهي لازم ان انا أشكر زملائي في الكنترول فرد فرد،
لان احنا بنتعامل كلنا كتيم ورك واحد. انتظرونا في حلقه جديده من حلقات برنامج صالون الاميره. تحياتي اميره يحيى، الى اللقاء.